أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تافي في هذا المباشر الجديد من مدينة الطاء البيضاء. إذا كنتم تشوفوا معنا متتبعي قناة شوف تافي، إحنا الآن نتواجد في أحد الشوارع الرئيسية اللي تربط ما بين منطقة بين مدارة عزبان ومنطقة سيدي معروف. تشوفوا معنا بطبيعة الحال شفت هذه المكان هذا غارق بالظلام، الأعمدة ديال القناة العمومية كاينين لكن ما مشغلينش للأسف. كتشوفوا أن إذا دخل حتى الضوء ديال السيارة ما تتبقى تبان حتى حاجة. الناس اللي تستعملوا هذه الطريق هذه تلقاو صعوبة بزاف، خاصة أصحاب الدراجات الناريه. وكيف تشوفوا معنا مستمعي قناة شوف تافي أن هذه الطريق هذه تتعرف أشغال في هذه المدة هذه، تلقاو صعوبة في السياقة، وهذا الشيء هذا تقدر يتسبب في العديد من حوادث السير. زائد مستمعي قناة شوف تافي أن هذا الانعدام مثل الإمارة تقدر يعرض المواطنين إلى السائقات الطاف بعد المجرمين. شفت تشوفوا معنا أن في الجنابات ديال هاد الطريق هادي كاين مكان خلاء، يقدر الله يحفظ يتم القتل ديال شي شخص أو لا عربي ديال شي جثة. الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. لأن شفت تشوفوا معنا شفت بأن في بعض الأماكن الطريق تضيع مع الأشغال أو مكايناش الإضاءة اللي غتبين. كيف تشوفوا أمامنا حاجز اسمنتي اللي ما تيبانش، اللي يقدر يتسبب في حادثة ديال السير خطير. ونعرفو اللي هما المسؤولين على مدينة الدار البيضاء لهذه حالة يرثى لها اللي ستعرفها هذا الطريق هذا. غالبية السائقين تخدموا بالفار باش تبان لهم الطريق. كان شفت بان الله نتحكم بلا فهاد المباشر، وبلا الان المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من الشارع الرئيسي اللي تربط ما بين منطقة سيدي معوف ومنطقة عزبان واللي غارق في الظلام. وهاد الانعدام بدل الإضاءة يقدر يتسبب الناس في حوادث قتل السير والسايقات. نتمناو المسؤولين ديال مدينة الدار البيضاء والناس المسؤولين على المنطقة أنهم يدخلوا على خط هذا المشكل هذا، لأن هذه المدة طويلة والإدارة العمومية القاطعة في هذا المكان. تتبع قناة شوف تافي تشوف هذا من خلال المباشر هذا اللي قلنا لكم من الشارع الرئيسي المرابط ما بين منطقة سيدي معروف ومنطقة عزبان واللي غارق في الظلام واللي تشوف معنا
في بعض الحوايج الاسكتيه ديال الاشغال ولا تقدر تسبب حوادث مثل السير خطيره. اذا تتبع القرارات المتبعينه ولا توصل